وزارة السياحة أصدرت تعليمات جديدة بالنسبة للحج والعمرة، ضوابط بحيث اللي احنا يعني طبعا حضرتك شفتوا موسم الحج اللي فات كان فيه تجاوزات كتير وكان فيه ضحايا، فوزارة السياحة عملت ضوابط جديدة بحيث اللي هو تحافظ على المعتمرين والحجاج من أي عمليات نصب أو احتيال بيتم عليهم، وضوابط يعني تهم الناس كلها. يعني خلينا نسمع الأستاذ مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، هو أكتر واحد يقدر يشرح لنا الموضوع والضوابط الجديدة. صباح الخير يا أستاذ مجدي. صباح الخير يا أستاذ محمود، أخبار حضرتك أهلا إيه؟ وسهلا، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك، كل سنة وأنت طيب ومولد نبوي شريف إن أهلا شاء وسهلا الله، واحتفال جميل إن شاء الله على إن شاء الله الأمة بهذه الأمة. إن شاء الله يا فندم. الضوابط الجديدة لوزارة السياحة بالنسبة للعمرة وللحج. لا أنا عايز أوضح نقطة جت في سياق تعريف حضرتك، إن دوت هيمنع نصب على المواطن والآخره. عمر ما شركة سياحة نصبت على مواطن. لا احنا بنتكلم على السماسرة. معلش ملهاش دخل الضوابط خالص، وملهاش دخل بالنصابين والسماسرة والكيانات الموازية اللي أيوة. هم بينصبوا. أيوة صح، لأن كده كده شركة السياحة عندها رخصة. صحيح. ورخصتها لها قيمة سوقية بالملايين. صحيح. وبتتلغي الرخصة. فكده كده لا يمكن، وكده كده في أصلا الشركات كلها ملتزمة بالقانون طبقا لقانون بوابة العمرة. فبناء عليه ما حدش بيخالف القانون من شركات السياحة، واللي بيخالف القانون بتتلغي شركته فورا. طب كويس جدا حضرتك. اللي شفناه وحصل لما حصل بعض الشركات بحسن النوايا اعطت باركود لتاشيرات الزياره. وده اصلا تاشيرات الزياره من يعني في حاجات تانية غير التاشيره بتاعت الزياره دي، في 10 انواع تاشيرات يا استاذ محمود عوض، ما يعني هم ما لهمش دخل بالباركود، ودول اصلا مسموح بالسفر ليهم مباشره، منها تاشيره الترانزيت اللي الدنيا كلها دلوقتي مسافره وهتسافر بيها. فالضوابط دهيت ما هي الا نفس الضوابط السنه اللي فاتت، مع وضع قيود اكثر أيوة. على شركات السياحه أيوة. لصالح الغير، لصالح ناس هم اصلا اللي خلفوا وهم اللي عملوا مشاكل لم يواجهوا، وجينا لقينا ان المشاكل كلها بتواجه مع شركات السياحه، وبترفع الضمان الماليه لخمسة مليون جنيه. فده معناها ان في تقريبا ما يقرب من 1100 او 1200 شركه خلاص استبعدوا ومش هيشتغلوا، لان طبعا ليه انا تعمل عليها ضمانه ماليه عاليه والناس اللي بتسفر وسماسره وشغالين وكيانات موازيه مفيش عليهم اي خيوط. صح، اقصاها لو لقيتهم بتقفل لهم المكتب وتمشي. طب احنا عندنا ترخيص بيتلغي، وعندنا موظفين وتامينات وضرائب، فزياده القيود ده هي بس القيدين، القيد بتاع زياده الضمانه الماليه والقيد بتاع مشرف على كل 50 معتمد. أيوة. ديت اللي زادت عن ضوابط السنه اللي فاتت، انما هي نفس الضوابط برضه. الحاجات اللي زادت دي في صالح المواطن طبعا، ما هو صالح المواطن كده كده الشركه لصالح المواطن، الشركه لخدمه المواطن. صحيح. يعني ايه ضمانه ماليه 5 مليون جنيه على شركه سياحه؟ طب ما المواطن هيجي يلجا للكيانات الموازيه او يلجا للسمسار، لان انت كشركه سياحه في حاجه اسمها حسبه اقتصاديه. انا لما احسب 5 مليون ركنتهم في سنه لا يمكن اطلع الرحله بنفس سعر السنه اللي فاتت. ايوه مستحيل. طيب. ما في 5 مليون يتركنوا. ايوه انت عندك حضرتك يعني نتمنى الخير والسلامه لكل الحجاج والمعتمرين الفتره الجايه، ونتمنى طبعا التوفيق للشركات السياحه المحترمه اللي بتخدم الاقتصاد المصري. وشكرا يا استاذ مجدي على المداخله، كتر خير حضرتك، وضحت الامور كتير.